بارك حال شباب، معكم شركيات شركه كيف شركه فيديو جديد. هاي شباب اليوم جايب لكم شرح اللغز اخر ماب زومبي بقصه الايثر الى الابد تاج دير انتوتن. مثل ما شايفين مده الفيديو جدا طويله، والله الفيديو جدا جدا تعبني، فوق ال 12 ساعه شغل متواصل على هالفيديو. فاتمنى اتمنى اتمنى تدعم الفيديو بزر اللايك، واتمنى تستعملوا تعليقات هالفيديو عشان تلعبوا مع بعض. اذا بدك تحل اللغز وعندك الماب بس ما عندك ناس تلعب معهم، اكتب ايديك بالتعليقات او شيك ناس كاتبين ايدياتهم، ضيفوا بعض وفوتوا حلوا اللغز مع بعض. طبعا مده الفيديو جدا طويله لان الفيديو مو فقط شرح حل اللغز، بالفيديو شرحت كل الاشياء اللي تحتاج تسويها عشان تحل اللغز، كيف تفتح الكهرباء، التطوير، تبني الدرع، كيف طلع قنبله سامانثا وكل شيء. فاذا انت تبي شيء معين من هالاشياء وتبي تبدا باللغز على طول، شيك الوصف او شيك التعليقات، حاطط توقيت كل شيء، حاطط توقيت الدرع، الكهرباء، كل شيء، توقيت الخطوه الاولى من اللغز، الخطوه الثانيه، النهايه. فاذا تبي شيء معين شيك التعليقات او الوصف. وي بس يلا خلينا نبدا بالشرح. اول شيء لازم تسويه هو فتح الزبلاين، راح يسهل لك تنقل بالماب وراح تحتاجه كمان لخطوات اللغز. ففي قطعتين عباره عن دولابين، كل دولاب له ثلاث اماكن، مثل ما شايفين هذا المكان الاول للقطعه الاولى، هذا المكان الثاني للقطعه الاولى، والمكان الثالث للقطعه الاولى الدولاب هي ورا هون مثل ما شايفين جنب البيرك. طيب بعد ما تاخذ الدولاب لازم تطلع فوق عند مكان سويتش الكهرباء الاول، تحط الدولاب هون وتضغط مربع مربع لحديت ما خلاص ما يمديك تضغط مربع اكثر من هيك. بعدين خلينا نروح على الدولاب الثاني. الدولاب الثاني له ثلاث اماكن، هذا المكان الاول انتم شايفينه قدامكم بالزاويه بهالمكان، المكان الثاني على يسار السلاح، انتم شايفين السلاح هون ورا بالزاويه، راح تلاقي ممكن يكون عندك الدولاب هون او ممكن يكون الدولاب بالمكان الاخير نفس ما طلع عندي بالجيم اللي هو على يسار البوكس هون مثل ما شايفينه قدامكم. فبكل بساطه خذ الدولاب وروح وركبه هون، اضغط مربع وضل اضغط مربع، خلي الدولاب يلف لحد ما يوقف، وهيك بتكون فتحت الزبلاين بالماب. فتح الكهرباء والتطوير، والتطوير الذهبي تحتاجهم لحل اللغز. ففتح الكهرباء اول شيء في سويتشين لازم تضغط عليهم مربع، اول سويتش بالبدايه انتم شايفين قدامكم، تعال اضغط عليه مربع بكل بساطه، وثاني سويتش هو نفس فتح الكهرباء الاساسي بكول اوف ذا ديد، بالقارب فوق انتم شايفين تفتح الباب، راح تلاقي السويتش قدامك افتحه وهيك تكون خلصت. في سويتش ثالث راح نرجع له بعد شوي. اوكي بعد ما فتحت هالسويتشين تعال على المكان انتم شايفين هون عند سبون كول اوف ذا ديد الاصلي، لازم تجيب حجره لونها ازرق. الحجره هي موجوده بثلاث اماكن، اول مكان مثل ما شايفين قدامكم هون عند الحيط الازرق بجيم ما كانت موجوده هون، لازم تنيفها او تطلق عليها. المكان الثاني راح تكون وراها بالضبط مثل ما شايفين هون، انا بجيمي كانت موجوده هون، اطلق عليها او نايف راح تنزل وتاخذها. والمكان الثالث موجود على الحيط هون، اطلق عليها واعملها نايف راح تنزل وخذها بكل بساطه. بس تاخذ الحجره الزرقاء تعال على اللايت هاوس، اطلع للطابق الاخير لعند الشخص الهرمت اللي اسمه هرمت او اللي يطلع لك ظله، راح ينزل لك مثل طاوله مثل ما شايفين قدامكم او خشبه، حط عليها الحجره، استنى شوي وراح يفتح لك الباك بانش، راح تشوف انه الباك بانش فتح، وراح تشوف المناره حاطه ضوء على المكان اللي موجود فيه الباك بانش، كل شوي يتغير فشوف الضوء تبع المناره. احد اماكن الباك بانش راح تلاقي نار قدامها ما فينك تفوت عليها، فبكل بساطه اطلق الانبوب اللي فوق مثل ما سويت وفينك تفوت عليها. بعدين بعد ما فتحت الكهرباء والتطوير تعال عند هرمت وراح يعطيك مثل زيب لاين هاندل، خذ الزيب لاين هاندل وتعال هون وركبه، وراح تروح على المنطقه الجديده من الماب. بس انزل على المنطقه الجديده بكل بساطه، انزل لتحت اخر شيء راح تلاقي عندك سويتش الكهرباء الثالث والاخير، اضغط عليه مربع وراح تفتحه بكل بساطه. هلا يمديك تفتح الباك بانش او التطوير الذهبي، بس قبل لازم تجي هون تاخذ البوكس الكهربائي الخربان هذا تحت مكان التطوير او السويتش الثاني بالقارب، خذ صندوق الكهرباء الخربان وديه عند هرمت، راح ياخذه تقريبا 30 ثانيه لدقيقه يرجع لك اياه مصلح. ارجع على نفس المكان اللي اخذت منه الصندوق وركب الصندوق الجديد بعد ما يعني صلحه، راح تشوف انه حاليا صار عندك مثل شورت كات راح يوديك من القارب لنص الماب، فهذا الشيء حلو. فلازم تسوي هالشيء عشان تفتح التطوير الذهبي. بس تسوي هالشيء وتسوي كل الاشياء اللي قبل، تعال انت وكل فريقك على هالمكان واستنى المناره تجيب الضوء على التطوير الذهبي، وراح يزدكم مثل ما شايفين على التطوير الذهبي. التطوير الذهبي فينك تطور فيه سلاحك الاربع تطويرات يعطي لك اياه باقوى قوه ب 5000 بدل ما تدفع تقريبا 12000.
بأحد خطوات اللغز راح تحتاج الديناميت وراح تحتاجها لتفتح الماب وتسهل عليك التنقل بالماب. فبكل بساطة عشان تجيب الديناميت لازم تاخد كرات تلج موجودة بكل مكان بالماب، كل زاوية راح تلاقي فيها كرات تلج. بس تاخد كرات تلج لازم تقتل 3 زومبي ناريين. هذا الزومبي الناري انتم شايفين الأول رميت عليه كرة تلج هيد شوت مات، إذا ما رميت هيد شوت ارمي 2 أو 3 عليها صدره وراح يموت. بس يموت راح ينزل لك أول قطعة اللي هي عبارة عن ساعة. استنى يجيك زومبي ناري مرة ثانية اذبحها بكرات التلج، متشوفين واحدة 2 أو 3 إذا ما جبت هيد شوت راح ينزل لك القطعة الثانية. بكل بساطة روح اضغط عليها مربع وخذها. استنى يجيك زومبي كهربائي ثالث ارمي عليه كرات التلج حتى يموت وراح ينزل لك القطعة الثالثة والأخيرة لتبني الدينامايت وخلاص. بس يكون عندك القطعة روح لعند أي طاولة وابني عليها الدينامايت. تذكر إنه بس تستعمل الدينامايت لازم تعيد كل شيء من الأول، لازم تذبح 3 زومبي ناريين تاخذ 3 قطع وترجع تبني الدينامايت من أول وجديد. الدينامايت راح نحتاجه باللغز بعدين، وفينك تفتح فيه كتير مناطق مسكرة بالماب. انتم شايفين هلا هاي مكان مسكر حطيت عليه دينامايت وانفجر وانفتحوا فيه أكثر من مكان بالماب ما فينك تفتحها إلا باستعمال الدينامايت. وشيء جدا مهم لازم يكون معك لحل اللغز هو قنبلة سامانثا. في بطاقتين بمنطقة فاسيلتي لازم تاخدهم، مكان البطاقة الأولى انتم شايفينها هون عند الغسالة، المكان الثاني للبطاقة الأولى جنب بيركتونيك انتم شايفين قدامكم هون، والمكان الثالث للبطاقة الأولى نفسها هون مكان ما بتغسل ايدك انتم شايفين قدامكم، فراح تلاقيها بأحد هالأماكن. طيب البطاقة الثانية لها كمان 3 أماكن بنفس المكان منطقة فاسيلتي، بس روح على الغرفة اللي شايفينها قدامكم. المكان الأول للبطاقة الثانية انتم شايفين قدامكم مفروض يكون بالمكتبة هون، إذا ما لقيتها لف ورا وارجع ورا آخر شيء وتعال على المرحاض راح تلاقي البطاقة جوا المرحاض. إذا ما لقيتها جوا المرحاض راح تلاقيها بزاوية الغرفة عند الأشياء الزرقاء أو علب العنصر 115 راح تلاقيها موجودة هون. بس تاخذ بطاقتين وخلاص يكونوا معاك، ارجع على المكان البداية اللي دخلت منه بمنطقة فاسيلتي وحط البطاقتين على الجهاز اللي شايفينه قدامكم. اذا مضيعين بالاماكن شوفوا اسامي المناطق موجودة فوق كلها، فحط البطاقتين هون استناهم ليطلعوا لك مشحونين، خدهم بعد ما ينشحنوا وارجع على المنطقة اللي بالنص بمنطقة فاسيلتي المكان اللي فيه سويتش الكهرباء الثالث، حط البطاقة الاولى على يمين الباب اللي بالنص والبطاقة الثانية على يسار الباب اللي بالنص، بعدين اضغط مربع على الباب اللي بالنص نفسه راح يسوي لك لوك داون تسكر الأماكن ويهجم عليك هجوم زومبي بشكل جدا كبير. أنا داخل كوستوم جيم ومخلي الزومبي بطيئين فلا يغركم، لا لو كنتوا بتلعبوا جيم طبيعي راح تلاقوا زومبي جدا سريعين، فانتبهوا من الخطوة. استنى ليفتح الباب عندك آخر شيء وراح تطلع لك قنبلة سامانثا، اضغط عليها مربع وراح تاخذها وراح تحتاجها بعدين بحل اللغز. القنبلة مو نفس الموكي بوم، انتبهوا مو تسحب الزومبي ويبعدوا عنك، لا القنبلة تسوي ثقب أسود تسحب كل الزومبي اللي جنبها، بس إذا في زومبي وراك راح يضل الزومبي وراك ويذبحك. وبعد خطوات اللغز تحتاج سلاح الويندر وولف، فينك تطلع من البوكس او فينك تطلع بشكل مجاني. عشان تطلع بشكل مجاني في قطعة تلجية لازم تطخ عليها، اول مكان لها موجود هون على الجبل انتم شايفين، المكان الثاني للقطعة على الحافة هون انتم شايفين، ما كانت عندي لا بالمكان الاول ولا بالمكان الثاني، والمكان الثالث للقطعة راح تلاقوه تحت انتم شايفين هلا، انزل تحت اخر شيء راح تلاقي القطعة بهالمكان شكلها مبوز وجدا واضح، فطخ عليها وراح تنزل لك اضغط عليها مربع وراح تاخذها. طيب بعدين نروح على اخر القارب مثل ما شايفين راح تلاقي فيه مثل صحن طهي وفي تحت النار وشي من الكلام، حط فيه القطعة ارجع بعد دقيقتين راح تلاقيها دابت وطلعت مفتاح. خذ المفتاح وروح على منطقة فاسيلتي اللي فيها بيركتونيك راح تلاقي خزنة بهالمكان، إذا كنتم مضوعين شوفوا أسامي المناطق موجودة فوق على اليسار، افتح الخزنة بالمفتاح وراح يطلع لك الجولدن رود. بكل بساطة حاليا عبيها أرواح، دبح عدد معين من الزومبي حواليها لحديت ما تنشحن وتاخذ عدد كافي من الأرواح. بس تشوف إنها وقفت تاخذ أرواح وصار لونها أخضر، تعال اضغط عليها مربع وروح وديها عند هرمت، هرمت راح ياخذها وينزل لك بعدها مفتاح. بس ينزل لك المفتاح افتح البوكس اللي وراك على اليمين وبكل بساطة راح يعطيك الوندر وولف الجديد مجاني وراح تحتاجه باللغز بعدين. وأخيرا بناء الدرع، ما تحتاجه لحل اللغز بس كمان ما يمديك تلعب بدون الدرع. أول مكان للقطعة الأولى انتم شايفينها راح تلاقوها هون على اليمين بغرفة البداية، المكان الثاني للقطعة الأولى راح تلاقيها جنبها بالضبط هون بالنص عند سويتش الكهرباء على اليسار عند القارب هون تحت،
والمكان الاخير للقطعة الاولى ورا، ارجع ورا راح تلاقيها هون، اطلع لفوق راح تلاقيها بالزاوية عند التلج. هاي بالنسبة للقطعة الاولى. القطعة الثانية بالمنطقة اللي على اليمين بالضبط، افتح الباب الاول من منطقة البداية راح تفوت على المنطقة الجديدة هاي. المكان الاول للقطعة الثانية راح تلاقيها هون مثل ما شايفين بجيمي على الزاوية. اذا ما لقيتها هون نط لورا للهضبة التلجية هون، وبعدين نط لمكان البوكس هون وراح تلاقيها على يسار البوكس موجودة عندك هون. اذا ما لقيتها هون انزل لتحت وامشي عند المي راح تلاقيها على اليسار عند مكان الباكا بانش، مفروض هون يكون في مكان باكا بانش على يمينها او وراها بهالمنطقة راح تلاقي المكان القطعة الثانية. القطعة الثالثة والاخيرة شوي بعيدة راح تلاقيها جوا اللايت هاوس، يا اما باللايت هاوس بالطابق الارضي مثل ما شايفين عندي اول ما تدخل اللايت هاوس بليفل 1، اذا ما لقيتها بليفل 1 اطلع على ليفل 2 او الطابق الثاني باللايت هاوس راح تلاقيها موجودة هون بالضبط على هالمكان اللي قاعد اطق عليه جنب البوكس الاحمر والخشبات هون راح تلاقي القطعة الثانية. اذا ما لقيتها هون راح تلاقيها بالمكان الثالث والاخير اللي هو بليفل 3. شايفين وين مكان الباب؟ هون بالضبط مكان ما تفتح الباب. بس تاخذ الثلاث قطع تبع الشيلد، ابني الشيلد نصيحة بالمكان اللي عند اللايت هاوس، لا تبني بجهة القارب لانه معظم الخطوات هي بهالمنطقة، فعشان كل ما ينكسر تجي تجدده هون بكل سهولة. الخطوة الاولى من خطوات اللغز هي التحديات. بكل بساطة في روبوتات منتشرة بالماب، تقريبا 5 روبوتات، كل روبوت راح يعطيك 3 تحديات لازم تسويها. فراح اورجيكم اماكن روبوتات حاليا، اول روبوت ورجيتكم مكانه بسبون كول اوف ذا ديد، ثاني روبوت هون عند نهاية الماب، ثالث روبوت تحت اللايت هاوس انتم شايفين قدامكم حاليا، رابع روبوت جنب منطقة البداية انتم شايفين هون تحت البوكس تقريبا، والروبوت الاخير بمنطقة الفاسيلتي. طبعا كل روبوت راح يعطيك 3 تحديات، انت للغز لازم تسوي 6 تحديات فقط يعني روبوتين، فانتم شايفين اضغط مربع عليه راح يعطيك اول تحدي. اول تحدي كان عندي هون انه اذبح اعداء باستعمال الشيلد، فاي اذبح اعداء باستعمال الشيلد تقريبا 40 واحد، بعدين تعال وسلم التحدي راح يعطيك جائزة بسيطة. ثاني تحدي عندي هي اني اودي جارات وانظفها بالبحيرة، فبكل بساطة اجي عن مكان هرمت اخذ جارة او علبة اضغط عليها مربع وامشي بدون ما ارقد، لازم امشي مشي عادي انتم شايفينه بدون ما يضربني ولا زومبي، امشي مشي عادي لعند البحيرة، اروح على البحيرة اضغط مربع وراح افضي العلبة تبعه. لازم اعيد هالخطوة 5 مرات، اذا كنتوا 4 لاعبين كل واحد ياخذ علبة وبعدين واحد ياخذ علبة وخلاص. فانتم شايفين رجعت عنده اخذت العلبة مشيت مشي عادي لعند البحيرة ضغط مربع وهيك بنكون خلصنا التحدي تبعه. ترتيب التحديات كم يختلف عندك، هيك متى يجيك التحدي الثالث او الرابع بس راح يجوك نفس التحديات الاولى 6 ما راح تتغير. فالتحدي الثالث عندي هي اني اقتل اعداء باستعمال كرات الثلج 25 واحد، كرات الثلج موجودة دائما بكل مكان، خذ الكرات واقتل فيها 25 زومبي. بس خلص تعال عند الروبوت اللي بلش من التحدي اضغط مربع وبهيك كون خلصت 3 تحديات على الروبوت الاول. روح دور على روبوت ثاني اضغط عليه مربع وراح يفعل لك التحدي الرابع. تحدي كان عندي هون وراح يجيك التحدي هو انك تقتل زومبيز باستعمال الفخ يلي عند اللايت هاوس. فمثل ما شايفين هون جمع زومبي وشغل فخ الليزر ولازم تقتل فيه 30 زومبي، بس انتبه الفخ ممكن يقتلك فانتبه من هاللحظه. تقريبا 90% لما اشغل الفخ واحاول اسوي التحدي اموت، فاذا كنت قاعد تلعب سولو جدا انتبه من الخطوه. تعال سلم التحدي بالروبوت اللي اخذته منه وراح يبدا لك التحدي اللي بعده. التحدي اللي بعده هو بكل بساطه تاخذ كرات ثلج وتكمل الفراغات بكلمه SOS. في 3 كلمات SOS، الاولى انتم شايفينها قدامكم فيها فراغات كملتها بكرات الثلج، كلمه SOS الثانيه موجوده هون، خذ كرات ثلج وعبي الفراغات بحرف الاس والاو والاس، هتلاقي 5 فراغات ارمي عليها كرات ثلج راح تعبيها. وكلمه SOS الثالثه انتم شايفين موجوده هون، تعال لها من تحت افضل من منطقه الشواء الأحمر، راح تكون جدا سهلة، عبي الفراغات بكرات الثلج وبتكون خلصت من الخطوة. وحاليا رح نبدأ مع خطوة كلام الأبوثكن. هالخطوة بدها تركيز، بس نخلص 5 أو 6 تحدي تقريبا تعال عند الرجل الآلي اللي فعلت منه التحدي واستلم جائزتك، راح تكون عبارة عن هاندل. بس تشوف انه اعطاك هاندل راح تعرف انه خلص يعني حاليا يمديك تبلش باللغز وخلاص ما في داعي تكمل التحديات. روح لعند خوينا هرمت اللي كل شوي قاعد ينزل لك خشبة وراح تشوفه انه اعطاك دايلز او عبارة عن مثل قطعة بلاستيكية عليها ارقام. بعد هيك تعال عند الشعاع الاحمر عند بيرت كولا وركز
تركب القطعة البلاستيكية اللي عليها أرقام أو السوتشات، راح تلاقي واحد جاهز مركب مثل ما شايفين قدامكم حاليا، والبقايا لازم تركبهم. تروح بكل بساطة تضغط مربع وراح تركبهم. مجموعهم 4، واحد مركب جاهز وثلاثة لازم تركبهم انتم شايفين قدامكم حاليا. بعد هيك لازم تحط كل السويتش برقمه الصحيح، بس تضغط مربع على احد السويتشات راح يدور 9 8 7 لحديت ما تسمع صوت جرس. لما تحط مثلا رقم 9 وتسمع صوت جرس معناها انه هذا الرقم الصحيح ووقف عليه. بكل بساطة روح على كل سويتش، ضل اضغط مربع مربع بكل سويتش، غير بالارقام لتسمع صوت جرس ووقف. روح على اللي بعده، ضل ضغط مربع لتسمع صوت جرس ووقف. سوي هالحركة مع الاربع سويتشات، واخر شيء لو سويتهم صح راح تسمع ابوثيكن عم يحكي معك. راح يحكي معك كلام كتير غير مفهوم، بس ركز على اخر جملة راح يحكيها. سمعتوا الجملة معاي؟ عندكم بالجيم راح تختلف، ما راح تكون نفس الجملة. بكل اختصار راح يحكي لكم 3 جمل. راح يحكي الجملة الأولى ويسكت. مجرد ما يحكي الجملة الأولى ويسكت لازم نروح ندور بالمنطقة تبع الجملة الأولى. راح أورجيكم المناطق كلها. بالمنطقة تبع الجملة الأولى راح نلاقي قطعة، مجرد ما نلاقيها راح يحكي جملة ثانية. راح لازم نروح بعدين ندور بالمنطقة تبع الجملة الثانية، ندور على قطعة ونلاقيها، ونفس الشيء مع الجملة الثالثة، وبعدين خلاص. طبعا عدد الجمل تقريبا 10 وفي 10 أماكن، فراح أورجيكم أول شيء حاليا الأماكن اللي طلعت في جيمي، وبعدين راح ورجيكم الاماكن كلها. اول جملة عندي حكاها اثنا وير فاير سينكس، والمكان والقطعة تبع هالجملة هي هون مثل ما شايفينها قدامكم، جنب مكان الاورب الاحمر في مي، وبنص المي في مثل فانوس اضغط عليه مربع وخلاص. لو سويتها صح راح يحكي الجملة اللي بعدها، وعندي بالجيم الجملة الثانية كانت وير هيليكس سبيك، وهالجملة هي المكان هون مثل ما شايفين في مثل قلب بالطابق الاخير باللايت هاوس عند هرمت، اخذتها وراح يحكي الجملة الثالثة والاخيرة عندي بالجيم. اسمعوها. ايوه أركنار وير مادنس سليب. وير مادنس سليب، لو عندك بالجيم حكى وير مادنس سليب، فالمكان هو عن منطقة الفاسيلتي، المنطقة العالية الجديدة من الماب. تعال هون بالضبط راح تلاقي عندك مثل سرير، على السرير راح تلاقي مثل فك هيكل عظمي، خذها وبتكون هيك خلصنا الخطوة. انا ورجيتكم 3 اماكن اللي طلعت عندي بالجيم، خلني حاليا اورجيكم الاماكن كلها مع الجمل تبعها. لو حكالك وير ماونتن ثرو راح تلاقي القطعة تبعك موجودة بهالمكان، لو حاطط بالعربي جملة فيها جبال او شيء من الكلام راح تلاقي القطعة بهالمكان اللي كنت فيه حاليا. لو حكالك وير لايتنينج ايم او رعد او ضوء، لو حاطط بالعربي راح تلاقي القطعة تبعك موجودة بهالمكان، بهالغرفة، بأي مكان بهالغرفة، ما راح تكون بمكان واحد بتغير، بس راح تكون بهالغرفة الصغيرة وراح تكون سهل انك تلاقيها. لو حكالك وير ايرث كرامبل او بالعربي عندما تتدمر الارض او شيء من هالكلام، راح تلاقي القطعة تبعك بهالمكان المفروض تكون، بهذا المصنع، يا اما على الطاولة يا اما على الجنب على اليمين او ورا، المهم بهالمكان بهالغرفة. لو جملة كانت وير باور اند او بالعربي عندما تنتهي الطاقة، راح تكون القطعة تبعك موجودة بهالغرفة، على الاكثر تحت الاجهزة الكهربائية او تحت الباور هون. اذا لقيتها هون دور بالغرفة هاي او جنب الباب راح تكون موجودة القطعة هون. لو حكالك جملة وير فيلث كلينسس او لوحات عربي عندما تتنظف الاوساخ وشين الكلام، راح تلاقي القطعة تبعك عند بيرك تونيك فوق، راح تلاقيها باي مكان بهالغرفة سواء تحت عند الدم او هون على جنب. لو حكالك وير وان ميستري او بالعربي في كلمة لغز او شين الكلام، راح تكون بالطابق الاول باللايت هاوس جنب البوكس او باي مكان بهالغرفة. لو حكالك وير فيت سليبس او عندما تتزحلق الارجل، راح تكون على منطقة الزحليقة الموجودة بالماب، بس تنزل منها على اليمين او على اليسار بهالمنطقة الصغيرة. لو حكالك وير لاين بيرث او عندما تنولد الخطوط او شدنا الكلام، راح تلاقي القطعة هون موجودة على التلج، راح تلاقي مثل عظمة طالعة من احد حيطان التلج. ولو حكالك وير لونجز كلوز او عندما تتسكر السدود، راح تلاقي القطعة تحت المي انتم شايفين هون بالضبط مكان ما عم ضخ تحت المي هون. لو الجملة كانت وير هيدن بيرن او عندما ينحرق المخفي، راح تلاقي القطعة موجودة بهالمكان مثل ما شايفين. هالمكان في مي جنب البوكس، في على يمينه نار ويسار نار، دور بالزوايا وراح تلاقي القطعة تبعك موجودة هون المفروض. لو حكالك جملة وير كروز روس او شيء له علاقة بالغراب، راح تلاقي القطعة تبعك عند السفينة فوق البرميل هون. لو حكالك جملة وير باوندن سليبت، راح تكون القطعة تبعك يا اما بهالغرفة ورا او قدام او بالغرفة او مثل العربة
الكهرباء الصغيرة الأجهة الثانية هون يا وراء يا قدام. لو حكالك وير فولز فريزس أو شيء له علاقة بالتجميد راح تلاقي القطعة تبعك موجودة تحت عند المي هون، سواء فوق البراميل هون أو فوق البراميل ورا جنب النار، المهم القطعة راح تكون بأي مكان بهالبركة. لو حكى وير بريزرفيشن فريزس راح تلاقي القطعة تبعك على الدولاب انتم شايفين قدامكم هون. لو حكى وير بريد بيكس أو مكان خبز الخبز أو شيء من الكلام راح تكون القطعة جوا المطعم هون انتم شايفين، سواء على الكراسي أو فوق هون. لو حكى لك جملة وير ثيرست داون أو شيء له علاقة بالعطش والغروب راح تلاقي القطعة تبعك جنب ماكينة البيركون، سواء جنبه هون أو ورا بهالمنطقة الصغيرة هون راح تكون القطعة. وأخيرا لو حكى جملة وير نورث إز فاوند أو عندما يوجد الشمال راح تلاقي القطعة تبعك موجودة فوق عند سويتش الكهرباء الثاني اللي شغلناه، راح تكون بمكان ما بهالغرفة. بعد ما تجمع كل هالقطع الأبوتكن راح يحكي معك مرة رابعة ويقول لك على مكان رابع، بس هذه المرة عنا 4 خيارات بس مو 10 خيارات نفس من شوي، فباقي لنا مكان واحد. تسمعوا معي بالجيم شو الكلام وشو المكان اللي قال لي عليه. هلا راح أحكي شيء مهم. In the walls where cakes hang. Walls where cages hang. سمعتوا معايا الجملة On the wall where cages hang. خليني أورجيكم الأربع أماكن الأربع جمل، بعدين أورجيكم شو الشيء اللي لازم تسووه. بكل بساطة في 4 أماكن الأربع جمل، بكل مكان في بوستر لازم تعطيه نايف وراح يطلع لك وراء خزنة لازم تفجرها. لو حكالك On the wall where ether is gathered راح تكون هالبوستر متل شايفينه قدامكم بهالمكان، أعطيه نايف راح تطلع وراء خزنة لازم تفجرها. لو حكالك Where human suffer راح تكون هالمنطقة على عكس من جهة الثانية انتم شايفين هاي الصورة اشخطها راح يطلع وراها خزنة لازم تفجرها. لو حكالك inside an icy hole لازم ترجع لهالمنطقة راح تلاقي هالبوستر اشخطها. وانا عندي بالجيم حكالي where cages hang، وير كيجز هانك عن جنب منطقة البداية، تعال هون اشخط هالبوستر راح يطلع وراه خزنة. انا بجيمي هالمكان الصحيح كيم جيمك يكون احد الاماكن الثانية اللي ورجيتكم عليها. بهالخطوة بعد ما اشخطها وطلعت الخزنة لازم تفجرها، فلازم يكون عندك دينامايت. راح تركوا بداية الجيم كيف تطلعوا الدينامايت، فجهز دينامايت بين ايدك اضغط مربع على الخزنة راح تنفجر وتطلع لك القطع هاي، لازم تضغط عليها مربع وتاخدها. بعد ما تاخدها روح على مكان الشعاع الاحمر قرب عليه واضغط مربع تحت راح تنحط القطعة، ما في ضغط مربع بس قرب عليه راح تنحط القطعة وراح تشوف انه الشعاع الاحمر طلع وصار قاعد يدور. لازم تدمجه دمج معين للشعاع الاحمر، لا ترمي عليه كرات ثلج، انا قاعد كنت اسوي غلط. دمجه دمج عادي وراح يرجع للنص مثل ما شايفين وراح يطلع لكم مثل فلاش ابيض، وهيك بتعرف انك خلصتنا الخطوة. طيب حاليا خلينا نبدا بخطوه تجميع الاورب. راح تلاقي 3 اوربات لونها اورنج مثل ما شايفين منتشره بحولين الماب بشكل عشوائي، لازم تدور عليها بكل الماب. بس تلاقي اول اورب بكل بساطه ارمي عليه كره ثلج ليصير لونه ازرق وبعدين اطلق عليه وراح يختفي. روح بعدين لفلف بالماب لتلاقي الاورب الثاني راح تلاقيهم بسهوله ما راح تطول فيهم، ارمي عليها كره ثلج ليصير لونه ازرق واطلق عليه وراح يختفي، ونفس الشيء للمره الثالثه. انتبه لا تقرب من الاورب، لو قربت منه كثير راح يختفي ولازم ترجع تدور عليه. بس جمع 3 اوربات تعال على منطقة الاورب الاحمر اللي بالنص، هتلاقي الاوربات كلها فوق الاورب الاحمر مثل ما عم بسوي. ارموا عليها كرات التلج واطلقوا عليها راح يجتمعوا كلهم بالنص عند الاورب الاحمر. ملاحظة بسيطة، بعض الناس قالوا انه لازم تطخ 4 اوربات، انا عندي بالجيم فقط 3، فانت شوف يكم عندك 3 يكم 4، بس عندي فقط 3 اوربات. المهم بعد هيك تعال وخذ القطعة اللي حطيتها بالنص واطلع برا جنب المنطقة هاي بالضبط، راح تلاقي في مثل كامب فاير او خشب ونيران قاعدة تشتعل، اضغط مربع وحط القطعة. وبعد ما تحط القطعة راح تلاقي في فلاش ابيض طلع. بعدها كل عليك تسويه هو انك ترمي قنبلة سامانثا على النار، مشان قلت لكم لازم تطلعوا قنبلة سامانثا اول شيء. راح تطلع سامانثا تسوي الانيميشن تبعها وبعدين راح تشوفوا انه لون النار صار ازرق وما راح يهجم عليكم ولا زومبي، راح تسمعوا كلام للشخصيات لازم تسمعوه للاخير لحديت ما ترجع لون النار حمراء، بعدين اضغط مربع على القطعة لترجع تاخذها. طيب حاليا خلينا نبدا بخطوة الاحجار. بس تاخذ قطعة تبعك من النار تعال على اللايت هاوس عند هرمت وراح تلاقي انه نزل لك حجرين، اضغط مربع وخذ الحجرين. حاليا الحجرين لازم واحد تسخنه وواحد تبرده. كيف تسوي هالشيء؟ اول حجر لازم تسخنه تعال عند الفخ اللي جنب اللايت هاوس، اضغط مربع على هالمكان انتم شايفين هتلاقي اصلا في فتحتين لحجرتين، اضغط مربع راح يحط الحجرتين تحت. طيب هلا بس حطيت الحجرتين على هالمنطقه كيف تسخنهم؟ بكل بساطه شغل الفخ الليزر، خلي الفخ يمشي بشكله الطبيعي وبس يخلص ارجع وراح تلاقي
باقي الصخرتين مولعين نار. اضغط مربع وخدهم، وبس تاخدهم كل عليك تسوي انك تروح على الفاسيليتي على المنطقة الجديدة من الماب وتحط احد الاحجار بالجهاز اللي شايفينه قدامكم حاليا بالنص، راح تلاقي انه ولع نور. طيب هلا لازم نجمد الحجر الثاني. كيف نجمده؟ بكل بساطة نشغل عليه فخ التلج. تعال هون فوق الفاسيليتي بالضبط راح تلاقي فيه فتحتين على الارض فينك تحط فيهم الاحجار. حط فيهم احد الاحجار وشغل فخ التلج عليه، خلي الفخ التلج ينتهي ياخذ مجراه بالكامل، بعدين راح تلاقي انه الحجر صار متجمد على الاخير وصار يطلع منه دخان انه بارد. اضغط مربع وخده وانزل تحت على الجهاز وحط المربع الثاني. مثل ما شايفين قدامكم هلا راح تتغير الالوان مثل ما شايفين، وبس تحط الحجرين راح تلاحظ بالنص طلع لك فيوز. روح اضغط مربع وراح ياخذ الفيوز، وهيك بنكون خلصنا من الخطوه. طيب حاليا لازم نشحن الفيوز اللي اخذناه. كيف نشحنه؟ بكل بساطه اول شيء نجي نحطه على الباب اللي موجود تحت اللي جنب منطقه الشيد اللي بنيناها ونفس الباب تبع اللغز من كول اوف ذا ديد. بعد ما حطينا الفيوز هناك حاليا لازم نشحنه بالكهرباء. لازم يكون عندك سلاح الوندر واف، مشان ايش شرحت لكم بدايه الجيم كيف تطلع الوندر واف المجاني. بس يكون عندك الوندر واف تعال على منطقه الفاسيليتي راح تلاقي برج كهرباء كبير مثل ما شايفينه قدامكم حاليا. طخ على المكان اللي طخيت عليه على القطعة النازلة من اليمين، بعدين روح على البرج اللي من اليسار راح تلاقي نفس القطعة نازلة، اطلق عليها وراح تلاقي شعاع كهرباء طالع من اليمين ويسار الفاسيليتي. بعد هيك ارجع على المنطقة اللي بالنص عند اللايت هاوس واقتل زومبي كهربائي واحد بنفس المنطقة اللي انا واقف عليها حاليا. انتم شايفين انا واقف هون قاعد استنى يجيني زومبي كهربائي، جاني زومبي كهربائي ذبحته. مجرد ما ذبحته لو بتلاحظوا وراي صار في شعاع كهرباء على الجهاز او الجنريتر هون. لازم اعيد نفس المحاولة او نفس الشيء هذا بالضبط تحت هون ورا السلاح. لو بتلاحظوا في كمان جنريتر كهرباء، فكيف اشغله؟ لازم ادبح زومبي كهربائي. وقفت جالس زومبي كهربائي ذبحته، راح تلاقوا انه طلع كهرباء منه. باقي جهاز اخير لازم ادبح عنده زومبي كهربائي راح تشوفوه حاليا اللي هو عند الفخ اللي سخننا فيه الاحجار من شوي. هون بالضبط على هالمنطقه قتل زومبي كهربائي، مجرد ما ينفجر ويموت راح يشتغل الجنريتر الثالث، وبالتالي خلاص بنكون شحننا او اعطينا الفيوز كهرباء كفايه. تعال تحت اضغط مربع على الفيوز او على الباب جنبه راح تلاقي انه انفتح الباب وفينك تاخذ قطعه الاليمنتال شارد اخيرا. حاليا لازم نرجع نعيد خطوة تجميع الأرباط مرة ثانية. بس أول شيء تعال حط القطعة تبعك بالجهاز أو تحت الشعاع الأحمر اللي بالنص، راح يطير الشعاع الأحمر. بكل بساطة أطلق عليه راح يقدر يتغير يمين يسار، أطلق عليه حتى يطلع الشعاع أبيض أو فلاش أبيض وتلاقي إنه الشعاع الأحمر رجع على المكان اللي بالنص. بس تشوفوا إنه رجع على المكان اللي بالنص لازم نرجع نعيد الخطوة اللي سويناها من شوي بالضبط، اللي هي إنه نروح حولين الماب ندور على أرباط أورنجية نرمي عليها كرات ثلج ونطخها بكل بساطة، نفس المهمة اللي عملناها من شوي. فمثل ما شايفين حاليا لقينا أول مرة بهالمكان ارمي عليه كرة ثلج وطخه بكل بساطة، ثاني مرة لقيناه بهالمكان، والمكان الثالث ما كنت مصوره بس أظن خلاص وصلت الفكرة. حاليا ارجع على الأورب الأحمر مرة ثانية راح تلاقوا الأوربات فوق الأورب الأحمر، ارموا عليها كرات الثلج واطلقوا عليها راح تتجمع كلها بالنص عند الأورب الأحمر. بعدين نروح اضغط مربع وخذ القطعة الموجودة تحت الأورب وروح على الكامب فاير أو النار اللي سوينا عليها خطوة من شوي، حط الأورب مرة ثانية وارمي قنبلة سامانثا وراح تسمع كلام ثاني للشخصيات وما راح يهجم عليك ولا زومبي. لازم يخلصوا الكلام بالكامل راح تصير لون النار زرقاء، بس ترجع لون النار أحمر وقتها راح تعرف إنه خلاص خلصت من الخطوة، يمديك حاليا تاخذ قطعة وتبدأ بالخطوة اللي بعدها. حاليا نحن بالخطوة قبل الأخيرة لازم نطور القطعة الأثرية اللي معنا. تعالوا كلكم عند هرمت اضغطوا مربع بنفس الوقت على الخشبة اللي راح ينزلها، راح يتسكر عنكم اللايت هاوس ما فيكم تطلعوا من الأبواب الزرقاء ولازم تعيشوا هون تقريبا دقيقة لدقيقتين. فجهزوا حالكم قبل الخطوة أسلحة وكل شيء، بس تخلصوها تعالوا راح ينزلكم القطعة الأثرية لونها أزرق حاليا مشحونة. اللي عليك تسويه هلا إنك تحطوها جوا الباك بانش. إيه لازم تحطوا القطعة هي جوا الباك بانش. تعال على أول مكان باك بانش بتشوفه اضغط عليه مربع راح تنحط القطعه جواته ولازم تعبيه ارواح. اذبح زومبي حواليه تعبيه ارواح وراح تطلع القطعه وتكون خلصته من اول باك بانش. روح على ثاني باك بانش نفس الشيء اضغط عليه مربع راح تدخل القطعه جواته، لازم تعبوه عدد معين من الارواح، ذبحوا زومبي ذبحوا قدر المستطاع حوالين الباك بانش لبين ما تشوفوا انه خلاص ما في ارواح قاعده تنسحب وطلعت القطعه. خذوها وروح على مكان الباك بانش الثالث وعيدوا الكره. ملاحظه بسيطه قبل لا تسوي الخطوه، طوروا اسلحتكم لان انتم شايفين بهالخطوه ما فيكم
تطوروا اسلحتكم. الشيء الوحيد اللي فيكم تطوروه هو القطع هاي، حتى لو حاولتوا تطوروا اسلحتكم راح يدخل قطع ما راح يدخل سلاح. وهون مكان الباكا بانش الرابع والاخير اللي عندي، حطوا فيه انتم شايفين القطعه وعبوها ارواح، وبعدين روحوا اضغطوا مربع وخذوها بكل بساطه. بعد ما تخلصوا من جميع اجهزه الباكا بانش، تعالوا على منطقه الاورب الاحمر اللي بالنص، اضغطوا مربع، وهالمره راح يطير الاورب مره ثانيه نفس اللي سويناه قبل، بس هالمره راح يكون اقوى بكثير. لازم تسووا عليه الدمج بزياده، وراح يجيكم زومبي بشكل جدا كبير. لو بتلاحظوا كل ما تدمجوا الاورب الاحمر شوي راح يطلع لكم مثل اورب لونه اورنج، ارموا عليه كره ثلج وطخوه. فيكم واحد واحد تسووه، او بالاخير بعد ما يتجمعوا ثلاث اوربات اورنجيه ارموها كل ارموا عليها كلها كرات ثلج وطخوها. بس نحن بالجيم انتم شايفين عم نسوي واحده واحده، كل ما يطلع لنا اورب اورنج عم نرمي عليه كره ثلج ونطخه، وبعدين نرجع ونكمل دمج على الاورب الاحمر. هاي المره راح تطول معكم شوي. المهم بس تخلصوا ويجي على النص ويطلع فلاش، تعالوا خذوا القطعه وروحوا حطوها على النار مره ثانيه وارموا قنبله سامانثا. وهون راح تسمعوا اخر محادثه للشخصيات. كالعاده ما راح يجيكم ولا زومبي، وراح تصير لون النار زرقاء. لازم تسمعوا المحادثه للاخير، وبس ترجع لون النار احمر بكل بساطه روح اضغط مربع وراح تاخذ القطعه لك مره ثانيه. وحاليا بالخطوه الاخيره لازم تروحوا على التطوير الذهبي او الجولدن باكا بانش. بكل بساطه تعالوا كلكم وقفوا بهالمكان، راح يطيركم على الجولدن باكا بانش. اضغط مربع عليه وراح يدخل القطعه الاثريه. خلاص هي التطوير الاخير بالنسبه إلها، دخلها ولازم تعبوها ارواح. انتبهوا هالمكان جدا حشره، وبالذات لو كنتوا براوند عالي نفس راوندنا حاليا راوند 30، فقتلوا حاولوا دوروا حاولوا انكم ما تحشروا بعض. مجرد ما تخلصوا تعبوها عدد ارواح معين راح يتفعل تقريبا اخر فيز، راح تشوفوا ان القطعه طارت على السماء وراح تسوي حواليكم مثل دائره. هالدائره لو طلعتوا منها راح تتدمجوا حتى تموتوا، فانتبهوا من هالشيء. الحين اول شيء انتم شايفين راح تتحرك، راح تهرب منكم، راح تفكروا حالكم انكم راح تموتوا، بس بعدين راح يسوي لكم تليبورت لمكان جوا الدائره. فانتم شايفين الدائره قاعده تتحرك شوي شوي، تاكدوا انكم تمشوا وراها. راح الدائره راح توقف تقريبا ثلاث مرات راح تضل واقفه، تاخذوا راحتكم بس تقتلوا جوا الدائره، بعدين راح ترجع تتحرك ولازم تتحركوا معاها. فانتبهوا جدا بهالخطوه. بعض الاحيان الدائره راح تمشي بمكان يكون عندك طريق مسدود، فلازم تنزل من درج تحت او تطلع فوق او تسوي اي شيء. انا بالخطوه تبعي مت بهالمكان، فجدا انتبهوا جدا صعبه. جهزوا اقوى علكات عندكم، اقوى اسلحه، اقوى بيركات، تاكدوا انه يكون معكم الشيلد بهالخطوه، لانه فعليا هالخطوه جدا جدا صعبه، وجدا الناس عم يخسروا ويموتوا فيها، وغير هيك جدا الناس عم يفصل عندهم بهالخطوه. انا فصل عندي بهالخطوه، فاي يعني خطوه نوعا ما صعبه وممكن يفصل عليك. المهم اخر شيء بهالخطوه لما توصل، لما تضل تمشي معها تمشي تمشي تمشي، راح توصلك اخر شيء لمنطقه الفاسيلتي، راح توقف بهالمكان خلاص ما راح تتحرك، ما في داعي تمشي معها، راح تضل ثابته بهالمكان، راح تضل دائره تصغر 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 عليك، وراح يصير المكان اصعب واصعب. فباخر خطوه هون لما تصغر اخر شيء جهز معك سبيشل، سبيشل هو الوحيد اللي راح يفكك من هالازمه هون اخر شيء. المهم بس تسكر على الاخير وتخلص، راح تلاقي انه خلاص اختفت الدائره، راح تطلع لك القطعه موجوده على الارض، خذها وديها على اللايت هاوس عند هيرمت، راح ياخذها وهيك راح تلاقي هالمنظر الخرافي، قاعد الشمت انشق او شيء من هالكلام. المهم بعد ما تشوف المنظر اخر شيء عليك تسويه تروح على نهايه القارب على المكان اللي سويت فيه السوب، راح تلاقي عندك القطعه هناك، اضغط عليها مربع ومبروك عليك حليت لغز اخر ماب زومبي لقصه الايثر تاك دير ان توتن. فاي شباب هذا الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اذا ودكم تشوفوا ردة فعلي على كاتسين حل لغز الماب وكاتسين نهاية قصة الزومبي الى الابد مترجم للعربي، فشيك اول لينك موجود بالوصف، او شيك نهاية الفيديو حاليا راح احط صورة له. اتمنى يا شباب نهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات اذا عندكم اي اسئلة عن اللغز. وبس كان معكم شركيال بشركة كيش كوب ديهات تاني ان شاء الله، مع السلامة.